السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبكي على الحسين، نلطم على صدورنا لمصائبه. نحضر في المجالس التي تتحدث عنه وعن حادثة كربلاء وعن يوم عاشوراء، كل ذلك لماذا؟ الجواب أن الارتباط بالحسين هو ارتباط عقلي وعاطفي وثقافي وفكري وديني، والعاطفة هي التي تسيج هذا الارتباط. فالبكاء له فلسفة الارتباط بالحسين، وكذلك الحضور في مجالسه. قد تقول إن ما حدث في كربلاء كان في سنة 61 للهجرة النبوية الشريفة، أي مضى على حادثة عاشوراء أكثر من 1384 عاما، فهل استذكار هذه الحادثة فيه شيء من الضرورة مثلا؟ الجواب على ذلك نعم. التاريخ الماضي هو شمعة في طريق المستقبل، ومن لا يعرف ماضيه أو ليس له ماض فهو ضائع في هذه الحياة. نحن نرتبط بهذه الحادثة لأن هذه الحادثة كانت مفصلية في تاريخ الإسلام، لأن حادثة عاشوراء ميزت بين إسلامين: إسلام النفاق وإسلام الحقيقة، إسلام الحسين وإسلام بني أمية. إسلام كان ينادي بالعدل، بالحرية، بطاعة الله، بالالتزام بالأخلاق، وإسلام كان في خدمة الظالمين. نحن نرتبط بالإمام الحسين وندر الدموع عليه حينما تنزل قطرات الدمع من عينك على وجهك. انظر إلى قلبك واستمع إليه، ترى أنه ارتبط بالحسين، وأصبح بين قلبك وبين قلب الحسين جسر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.